الماركتينغ ديال الفن. نعم صحيح. نعم أستاذ، كما جرت العادة للقناة فهي لديمقراطة الحوار تمنح الضيف أن يطرح شرف طرح الأسئلة على القناة ليكون العكس، فإن كانت لكم أسئلة قبل أن تمرروا رسالتكم التضامنية إلى العالم. نعم، سؤالي بالنسبة للقناة هل هي مختصة فقط بالفنون البصرية أم هناك مواضيع أخرى؟ أستاذ، هي قناة كل المبدعين، حينما نقول كل المبدعين الكرياتور اون جينيرال يعني عامة، يعني الكاتب حتى الشاعر يمر، لماذا لا؟ هي قناة الشعراء، قناة الكتاب، قناة الموسيقيين، قناة المسرحيين، قناة الإنسانية قبل كل شيء، وهذا هو واجبنا في هذا الظرف تحت الحظر الصحي أن نمد جسور التواصل. نعم. بين أولا بين القناة والفنانين من جهة، وبين الفنان ومشاهدي القناة وربما حتى العالم، لما لا؟ فلكم الخط أستاذ. نعم أغتنم هذه الفرصة. نعم، ونحن نعيش ظروف قاسية جدا، لأننا نرى أشخاص يموتون يوميا. نعم، عبر العالم. ونعم، في جميع أنحاء العالم، في بلدنا أو في بلدان أخرى نفس الشيء. ما دمنا إنسانيين يجب أن نترحم. نعم. على الكل. نعم. وأن نتمنى الشفاء للكل، لأن مصيرنا واحد. نعم طبعا. نعم. فكرة حية لكل ضحايا هذا الوباء. وربما سوف بعد هذه الجائحة ستكون هناك ربما إيجابيات كثيرة. منها أول مرة أرى مثلا برامج تكون على هذا الشكل، لم تكن سابقا، يعني برامج بالشخص في منزله ويقدم نشرة الأخبار ويقدم كذا ونصائح، ووزير في منزله أو رئيس دولة. يعني هذه أشياء جديدة، يعني تواكب هذا العصر، عصر الشاشة يسميه دوبري. يعني نعم نعم، نعيش هذا العصر، عصر الشاشة، في إيجابيات ربما هناك من يراها قليلة جدا وسلبيته كثيرة. نعم، هذا عصر ظهرت فيه مجموعة من أبطال، شخصيات وهمية يعني. من طبيعة الحال. نعم، شخصيات كنا دائما نتتبع أخبار أشخاص نعم تافهين. نعم، التفاهة كانت هي السائدة، عصر التفاهة، عصر الشاشة. لماذا؟ لأن المشاهد هو الذي يختار. مثلا في بلاصه ما يشجع الهادف يشجع العكس، يشجع التفاهة، يشجع. فأنا ألاحظ أن هناك من أصبح مدمنا على نيبة. فهل نيبة هو مرآة الشارع؟ فبالطبع هناك تلوث بيئي من اللفظ في الشارع المغربي. نعم. علينا أن نعيد النظر فيه. نعم صحيح. أنا بالنسبة هناك بعض الشخصيات مثلا نيبة، هذا الشخص يعني أقول حريقي، يستغل هذه الوسيلة بدل أن يقوم بالحلقة في يجمع بعض الدريهمات في جامع الفناء، يستغل الشاشة وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبح شخصية مشهورة وتحسنت وضعيته المادية. ولكن المشكلة أين تبقى؟ المشكلة تبقى فينا نحن كمبدعين، لا نستغل هذه الوسائل. هناك إلى حد الآن من يدير فضح حتى فتح صفحة في الفيسبوك. نعم صحيح. نعم، هناك أشخاص أعرفهم من طراز عالي جدا، وحين تناقش معهم يقول أنا أرفض أن أفتح أي صفحة، إذا فلنطرق صفحات للآخرين. نعم. أنا أعرف مثلا كفنان ولا ككاتب أو شاعر، إذا سألنا مثلا اليوم عن أحسن لاعب في العالم لن يخرج الجواب عن شخصين، هناك من يقول ميسي هناك من يقول رولاند. ولكن إذا سألنا أحسن فنان في العالم ولا أكبر فنان في العالم، لا أحد يعرفه، حتى الفنانين
واكد لك هذا. والله الفنانين لا يعرفون من هم مثلا احسن الاوائل الاوائل نعم الاوائل، لا يذكر لي واحد، ما يذكر لي مثلا غير 10 اشخاص، لا يستطيع ان يذكر حتى شخص واحد. شخص واحد ربما، نعم باستثناء بعض الناس الذين يتابعون النقد، وحتى في رواية وحتى في الشعر وفي الابداع. نعم هناك مشكل، الناس مثلا تعرف دافينشي ولكن لا تعرف المعاصر من هو. نعم من اتى يعرف نعم يمكن ان يعرف بيكاسو، ولكن في المعاصر لا نعرفه شيئا. لماذا لا نستغل هذه الشاشه؟ الكتابه نفس الشيء، حينما تحدث عن الشعر نفس الشيء. ربما الكتاب حينما يقول هذا حصل على جائزه نوبل ينتبه الناس اليه، نعم. ولكن قبل لا احد يعرفه الا قله. الشعر نفس الشيء، لا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فأنا أعرف أن الفنان أو الشاعر أو الكاتب ولو فتح صفحة فهناك أشخاص قليلون الذين سمعوا. فحتى الجرائد لم تعد تهتم بالمساحات الثقافية التي كانت على صفحاتها. أما اليوم بالنسبة للجرائد والمجلات أصبحت تنشر تفاهات قريبا. يقول هذا موضوع فني، صداقات بين اشخاص ينشرون ما يريدون، ولكن ليس مثلا في تتذكر في الثمانينات في التسعينات كان من الصعب جدا على اي انسان ان ينشر مقالا واحدا في جريده معتبر. نعم. مثلا طبعا. جريده العلامه او الاتحاد الاشتراكي من ثالث المستحيلات. هناك ركن مخصص اسبوعيا لشخص واحد في المغرب. نعم. من هو هذا الشخص الكوف الذي سوف يكتب في تلك الصفحه؟ نعم كانت كشبه مباراة. نعم شبه مباراة ومبارزة بين نعم. بين المبدعين. اليوم حدث العكس، كل شخص أصبح يكتب يعني في تشكيل يشبه ما حمار الرجس كما يقول علاء المعري. يعني أي شخص أصبح يركب على الفن. نعم. ممارسة وحتى وتنظير، المشكلة أنه ينظر يكتب وكذا وينقل بعض الجمل من بعض الصفحات ويقوم بتركيبها، أثناء قراءتها تلاحظ أنها نشاز وغير متناسقة ولا علاقة لها بالفنان. إذا قرأت يمكن أن تحذف اسم الفنان وتضع اسم فنان آخر، لن يحدث أي مشكل. نعم نفس فنان معروف لأن ليس هناك نقد باطن. نعم. صح، ليس هناك نقد باطني. أنا حينما أتحدث عن النقد الباطني أكتب عن اللوحة. نعم. أقرأها. نعم. فنية. أنا لا أكتب عن الشخص. لا. الشخص له سيرة يمكن أن تجدها في أي مكان. ربما السيرة سطرين أو ثلاثة أسطر، أما الباقي أنا أكتب عن أعمالي الفنية. نعم. حينما أكتب عني يعرف الناس عن من أكتب بالضبط. طبيعة الحال. وأضع اللوحة وأضع الأعمال وكذا، هنا أنمي الثقافة البصرية. أما تحدث عن فلان من أكبر الفنانين ولد كذا وعرض كذا، أشياء غير مهمة. ليست كتابة. الكتابة هي القراءة الفنية للوحة والقراءة الفلسفية. نعم. من كل الأبعاد. هذه هي الثقافة الفنية. نعم. نعم اقرأها من الجانب الاجتماعي، من الجانب النفسي، من الجانب البصري، من الجانب الكتابة. هذه الكتابة. نعم يا أستاذ. أما أن تكتب عن فلان فلان وتقوم بتضخيمه هذه أشياء أنا لا أحبذها. تلميع الواجهات أنا أسميه يا أستاذ. نعم صحيح. فما هي رسالتكم للعالم؟ أنا أتمنى نعم نعم الرسالة التي أوجهها للعالم هي أننا طبيعة الحال نعيش كما قلت سابقا ظروف قاسية ولم يسبق لي أن عشتها ولا عاشها ربما الآخرون. وأتمنى للجميع الشفاء والرحمة على كل الأموات، والحياة تبقى مستمرة دائما في نعم. في حياتنا نشاهد أشياء، حروب، زلازل، الجائحة التي دمرت كل شيء، الاقتصاد ودمرت مجموعة من القيم ظهرت جديدة، وربما هي مراجعة، هي فرصة للإنسان أن يراجع الكثير من الأشياء فيما يتعلق بالبيئة، فيما يتعلق بالجانب السياسي الاقتصادي الاجتماعي والإبداعي، الذي أتمنى صادقا أن يكون هذا الحجر الصحي فرصة للمبدعين للإنتاج والاستمرار في الحياة
وينقلون ما عايشوه سواء من آلام أو أشياء أخرى. وكانت أيضا فرصة بالنسبة للحجر الصحي أن نعيش مع أسرنا وأن نعطيها الوقت الكافي، لأننا ربما أهملنا الأسر وأهملنا الكثير من الأشياء، ووسائل التواصل الاجتماعي دفعت الكثير من الناس إلى فقط يعيشون في عالم ليس حقيقي. والآن ربما الكثير من الأشخاص اكتشفوا أشياء جديدة في وسطهم، اكتشفوا عادوا اكتشاف إنسانيتهم ربما. أستاذ نعم صحيح نعم. آخر نصيحة للمبتدئين المبدعين المبتدئين بجميع الأنماط، نصيحة؟ نعم، بالنسبة للمبتدئين أريهم أولا أن يثقوا بأنفسهم، وأن لا تكون هذه الثقة مفرطة، وأن لا ينتبهوا كثير لما يقال لهم، لأن ليس كما يقال هو صحيح. نعم، هناك أشخاص يقومون بتثبيت العزائم ولا علاقة لهم بالفن، ويقومون بتوجيه الأشخاص، وهذا التوجيه في بعض الأحيان يكون توجيها مدمرا للإبداع. يعني هذا الشخص حينما أرى أعماله لا تعجبني، لماذا؟ يعني أتركه وقد لا، ولكن لا أثبطه. نعم نعم، هناك أشخاص يقومون. أستاذ، ورسالة للناس بالطبع لهؤلاء الأشخاص الذين يبتون الأسلوب التحبيطي، يعني على جميع الأصعدة، في المسائل الاجتماعية الفنية في كل شيء، هناك بعض الأسلوب التحبيطي، واش نعم نعم، هؤلاء الأشخاص هم أعداء النجاح بطبيعة الحال. نعم، والصفة عقيمون. نعم، ثانيا أنا هناك أشياء كثيرة لا تعجبني صراحة. نعم، ولكن لا أعلق عليها. نعم، ربما أنا أكون مخطئ. نعم، هكذا أقول الأمور، ربما أنا أكون مخطئ. الكثير من الفنانين العالميين في عصرهم لم ينتبه لهم أي واحد. نعم، وثبتوا وانتقدوا، وفي الأخير نعم اكتشف الإنسان أنهم ظلموا في عصرهم. هناك الكثير أيضا، نعم، وكثير من الفنانين والكتاب وكذا نسميهم المرجعيين، الذين كانت لهم مرجعية في عصرهم. نعم، أين هم أسماؤهم؟ لم يعد لها وجود. في المغرب نفس الشيء سوف يحدث. نعم، نعم، يجب للناس أن ينتبهوا. نعم، سوف يأتي ربما في المستقبل شباب درسوا الفن ويعرفون معنى الفن، وسوف يقومون بغربلة كل شيء كما فعلت المكسيك. نعم، حينما نعم المكسيك أعادت قراءة تاريخها. نعم، وأثناء مصالحتها مع الماضي اكتشفت فريدا كالو. نعم، فريدا كالو لم تكن معروفة لو لم تكن هذه المصالحة التي أعادت تقييم تراث المكسيك. وسيأتي الوقت الذي سوف يعاد فيه تقييم ما نحن نعيشه الآن. نعم، وسوف يأتي جيل لا يرحم أي أحد بطبيعة الحال. اليوم هناك أشخاص بطبيعة الحال لا يستطيعون الكتابة بصدق وأمانة. لماذا؟ لأنه يقول الشخص صديقي أقلام تحت، أو أنه أسميهم أقلام تحت الطلب، نعرفهم. نعم، تحت الطلب. وهناك أشخاص يقتاتون من الكتابات إلى غير. نعم نعم، لكن هناك نعم. الجيل الذي يأتي لا يعرف هؤلاء الأشخاص، ولن يقتات منهم، ولن وليسوا أصدقائه، سوف ينهالون بفؤوسهم على كل أشياء التي لا تعجبهم بطبيعة الحال، ومن حقهم، وهذا هو الواقع. تصحيح المسار، تصحيح المسار. نعم، هناك تصحيح. نعم، التاريخ يجب أن يعاد ويقرأ من جديد. نعم، شكرا أستاذ، فهناك مزيد. ففي الحقيقة جلسة معكم أستاذ أحلى منها فعلا، هي جلسة ممتعة. شكرا كثيرا أستاذ، كان مزيد. فلكم حرية. كلمتي الأخيرة، أتمنى لك في هذا البرنامج، خذوا وقتكم. شكرا إن شاء الله. كما رأيت بعض أنك تستضيف فنانين من دول إفريقية وآسيوية،
نعم وهذا شيء جميل جدا. نعم ودائما نعم ودائما في تواصل مع فنان آخر من أمريكا اللاتينية، من أمريكا، من الصين، من في الحقيقة هناك صعوبة في التواصل، ولكن كما أقول دائما إن القناة تتحدى نفسها لتعطي الأفضل. فتحية أستاذ، فهل من مزيد؟ وحسب الأسئلة، هناك سؤال آخر يمكن أن نضيف شيء. بالنسبة للكمامات، نعم نعود إلى مسألة الحظر الصحي والكمامات، ونحن نعم نعلم أنها يقولون أنها ليست موجودة بكثرة يعني في جميع النقاط، فهل بمدينتكم هناك موفور من الكمامات، وفر الكمامات لكي لا يكون هناك خصاص؟ تقييمكم للوضع الصحي، المسائل الوقائية. نعم بالنسبة هذه المسألة لا أقول أنها غير موجودة، بالنسبة للكمامات موجودة بكثرة، ولكن جشع الإنسان هو الذي تركها أو ترك الأمور. آخرين بدون نعم وترك أو ترك الآخرين بدون كمامات. نعم هناك شخص حسب ما روته الصحفية اشترى 100 علبة، يعني هناك أشخاص يتاجرون فيها يعني. نعم نعم ولكن أعتقد الدولة منتبهة للمسألة، وكل يوم تغرق السوق إلى أن ينتهي الجشع، وهذه أحسن طريقة أنا أعتقد. أما الكمامات فهي تقريبا غير موجودة أينما، نعم تأتي من الصباح وتنفذ في الصباح، من يشتريها الله أعلم. نعم أشخاص، هناك التجار، هناك من تجار المآسي نسميهم، يشبهون تجار الحروب. نعم 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 يذكرون بشخص في مدام تينارديه ورجلها في البؤساء، فلا يختلف وضعهم عن ميزيرابل. نعم لتينارديه دي ميزيرابل، لا يختلف وضع هؤلاء البؤساء، فعلا فهم البؤساء بجشعهم. ف رسالتكم للدولة المغربية التي حافظت على عنصرها البشري، لا أقول الحكومة، إذا قلت الدولة يعني قائد البلاد نصره الله، يعني في هذه الوضعية اللي احتضن الشعب بهذا المفهوم. بطبيعة الحال رغم بعض المؤاخذات على الحكومة وعلى الدولة، لا أنا الحكومة لا هي مسقطة من هذا الحديث لأنها ولكن لم تظهر جدواها. نعم فلقائد بالنسبة البلاد والدولة العميقة. نعم بالنسبة للدولة قامت بواجبها على أحسن نعم وجه، تحية تحية. صراحة أقول صراحة يعني قامت بواجبها بالتوعية بكذا وكذا وكذا، ولا زالت ولكن نعم ولا زالت، ولكن بطبيعة الحال المجتمع أيضا فيه أشخاص ليسوا في المستوى. هل هو عدم وعي أو تحدي الوعي؟ نعم هناك أشياء متداخلة، مثلا أنا أعطيك أمثلة، مثلا نعم أحيانا ألوم الذي يخطط لهذه الأشياء. مثلا في الأول قالوا أن هناك ورقة تسمح للإنسان بالخروج، نعم والورقة بطبيعة الحال غير موجودة. أنا لحد الآن لم أحصل على الورقة، ورقة الخروج، وأخرج ولكن بدون مشاكل. هذه مشكلة. نعم إذن قبل أن تتحدث عن ورقة الخروج يجب أن توزع قبل فرضها. نعم ونفس الشيء بالنسبة للكمامة. نعم حينما تتحدث عن الكمامة يجب توفرها مثلا أسبوع قبل، وبعد الأسبوع تقوم ب مثلا بزجر الشخص الذي لا يحمل الكمامة. أنا مع الكمامة منذ اليوم الأول. نعم نعم كيف يقول الإنسان لا يجي المريض هو الذي يحمل الكمامة أو الذي يضع الكمامة؟ نعم هذا خطأ. والشخص الذي يكون في الشارع هل نعرف أنه سليم أم مريض؟ والهواء، الهواء اتضح نعم أخيرا أنها تتنقل عبر الهواء. نعم تتنقل عبر الهواء وحد وعبر اللمس وعبر
نعم، نعم هناك وقد حددت مرة سابقة حينما في الأول كانت الأمطار ستأتي، وحددت أن لا يمشي الناس تحت المطر لأن الهواء ملوث. صحيح. نعم، ونتمنى إن شاء الله أن نمر بهذه الأزمة بسلام، نعم. وأعطتنا الكثير من الدروس، نعم من طبيعة الحال. وربما سوف تأتي، ولا أتمنى ذلك، جائحة أخرى، ونكون مستعدين ونعرف كيف نتعامل معها. هي درس كبير في الإنسانية، نعم، وفي نعم درس كبير التآزر، جدا. وحتى أنتم يا أستاذ في هذا الوقت فأنتم تآزرون، لأن حينما نبوت فهناك من يشاهد أو سيشاهد، لأننا نريد أن نكسر الروتين. فتحية لكم أستاذ، وبعد قليل سنمر بالطبع إلى إبداعات الفنان الكبير. فتحية لكم أيها المشاهدون، كان معنا دائما الأستاذ محمد سعود وهو فنان مغربي. فسأترككم مع هذا الفاصل لنعود لاكتشاف أحلى الفن.